السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. متوجهين الحين من دبي إلى الرياض، السفرة المنتظرة يا جماعة. والله كلنا حماس، أخذنا قراشيعنا عشان كذا ما صورنا الشنط صراحة. قراشيع يا جماعة، وخشت الرز عبيناها والسكر أكياس بن لا مرة صح. لا لا كثير كذا والله. لا صراحة أول مرة نجيب شنط ثقيلة. كم كيس؟ طيب كم كيس بقالة حطينا؟ واجد واجد. المهم يا جماعة، فالحين يبغالنا تقريبا من هنا إلى هناك 10 ساعات، وبتكون بإذن الله تعالى بدون توقف. خلاص ما بسوي غلطة أبوي الله يرحمه. كنا نروح، إذا رحنا من الرياض إلى الطائف والله يا جماعة نقعد يوم كامل، يوم كثر ما نوقف في المحطات. كانت فعالية صراحة، لكن الحمد لله حلوياتنا معنا، موية جهزين كل شيء. والله اللي بسيارة ثلاجة نعمة. خلاص يا مع الحر اتفاق، خلاص ما نوقف. ما نوقف واحد. طيب نعم واحد إن شاء يا رب. أنا مول يعني كان المحطة أرحم. أنت السبب أصلاً، أنت اللي اقترحتي. والله يا جماعة وقفنا في مول. سؤال يا جماعة، ما لكم دخل يا المتابعين، هذا السؤال لكم. إذا وصلنا وعيننا خير الحمد لله وسلمنا، وين أول مكان تحب تزوره؟ أول مكان. أنا أقول بيت. بيت القديم. أول بيت انولدت فيه. أقدم بيت. على أساس تتذكر يا يا شيخ. أحس تدري إن أكثر الأحلام اللي أحلمها في نفس البيت. كلنا كلنا. دائما أحلم فيه، فيمكن أول شيء أبغى أشوفه. مطاعم انا اشوف. أوه. يعني في اكثر مطاعمي والله مطاعم الشعبية بس حديقة الملك عبدالله صغيرة اتذكرها غير. اي والله انا بروح ازور ابوي الله يرحمه، وبعدين الفلف على المطاعم الشعبية وصب كبدة الدوار. اعتقد كبدة الدوار راح خلاص. والله راح الاصلي راح، لكن موجود الحين الله اعلم الحين موجودين ولا لا. تميس سكر. تميس سكر. تميس سكر. تميس سكر ما لقينا حتى. الحين تغير الوضع، صار في تميس كندر. لا اي والله لا تميز. اسمح لا ما أقبل. والله تميس كندر ما نقبل. تشوف محمد خان صفق ام الكندر في العجينه وضربها، والله عظيم. حط كندر على بس قالوا والله كويس لازم نجرب. جرب ايش لا. اي والله. وعزوز وين تبي تروح؟ مدانلز. عموما خلوكم معانا ان شاء الله في الرحله هذه، رحله ايام بسيطه وباللفلف كلنا مع بعض. تعالوا المحطه رقم 4. فعاليات الله شكلها حلو. بسم الله. كيفسي؟ لا والله يا جماعه استعجلت لاني متحمس. وش تضحكين علي؟ انا متحمس. ها اي عادي، فعاليات حلوه جذابه. بطاطس عمان عشان الطريق، وايضا الصحار حلو. يلا بابا قلنا فعاليات، بس شنطه باربي فيها مشاط. انت وهالقذله. وهذه وش اخذت الطفايه؟ وش ذا؟ بسم الله شو الطفايه؟ او وراكي صح. وش هذا؟ تعالي تعالي. هذا بازلة. بازلة والله انه حلو، لازم تجربوه. اي صح. يلا مهرجان صيف تفضل. اوريهم حاجة، هذا الحين 18 ريال. مندوب مبيعات انت. 18 ريال، احنا كنا ناخذه بنص دولار. عزوز توكل على الله. معناها ثانك يو سو ماتش. يلا يلا توكلنا على الله. يا رب. والحمد لله رب العالمين، طلعنا من منفذ البطحة ودخلنا الآن السعودية، اللهم لك الحمد. الآن لازم نبدأ فعاليات. في محطة. هذا هو. إيه. والله ما عندنا إلا هي. لحظة لحظة. ولا نلاحق الشاحنات. لا الشاحنات تأخرنا واجد. إيه ما يبقى. فهو ما أدري متى نوصل، إحنا خلال الأربع ساعات اللي سقنا فيها دخلنا مول وثلاث محطات. عاد الحين باقي 6 ساعات. نبغى نروح مطعم. عاد الله أعلم. كثير. احتمال يمكن ما أدري والله. نسير على قطر.
ليش لا؟ نروح الكويت نروح. ابغى صامولي فيه جبن وبيض ونص علبة شطة. هذا موجود بكل مكان يا شيخ، وش ذي الطلبات؟ لا اللي في الطريق غير، اللي في الطريق غير. تسمم بسرعة صح؟ غيبوبة. والله ما انسى مرة كان في سندويشة اخذناها في الطريق وكان فيها قطعة خيشة، خيشة من خيشة خولة. يقول لك في 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 عراقة في الموضوع، في في اصاله في الموضوع، اصاله ولا احلام؟ انا عندي فعاليه. لا احد يحدث يا جماعه ديسلايك، والله مو كويس. عموما عموما وش بقى، وش تبين؟ فعاليتي ان نقيم كل سياره. يا ولد انا اخواني طبعا تفتيش تفتيش يا ولد. ومن ضمن الفعاليات يا جماعه عشان نوصل الرياض وقفنا مكان حق كليجه. هذا السبب والله. يا محطه يا محل. عندي سته 6 ريال. وش بتجيب لك ذي؟ هذا يقول لك بيفتح لك البريق، يقول لك شمي اطلعي برا. ما شاء الله الريحة القهوة هنا. يلا عاد ادمان كليجة. وين الكليجة اللي سويتيها في البيت؟ خلصتها كلها ترى في يومين. في يومين؟ اي خير ان شاء الله. اتوقع 16 حبة. يلا صار صاروا يتقهون الحين، ما والله ما تناولنا الا فجر باذن الله. عندي دقيقة باقي. بيض الله وجهك. عشرة دعش دعش. تفضل هذه فعاليات يعدون عواميد الكهرباء لأن نوصل الرياض. خلاص خلاص لحظة لحظة خلونا نداور ونرجع من جديد. عد مرة ثانية. واحد. طبعا احنا هنا في السيارة ايش قاعدين نسوي؟ نتناوب على بابا. يس عشان يقعد قاعد نسوي انترتينمنت لبابا اللي هو فعاليات فعاليات فعاليات. ايوه يسالوني اسئله غريبه. بالله بالله اغرب سؤال. بسم الله خوفتني. ايوه وش السؤال اللي سالتوني؟ يا في كلب يطير عزوز ما ادري ما قاعد. بالله مين احسن واحد سوى لك فعاليات؟ طبعا غيري انا اول وحده. ريما يعني خليتها لسه يعني خليتها يعني خليتهم اضحك. ابو الهول لحظه مسوي ابو الهول في 3 دقائق. مين انا؟ عزوز. على بالك ايه 3 دقائق بس. طيب اصبر عليك. ايش تبغى؟ ما مبدا ايش باقي؟ ما مبدا معاك اون واركز مساج اركز في الاسبوع. لا بنام كذا. لا ابغى صح صح خلينا نلعب حركة على القسطوب. بس بالسيارة ما تقول ستوب يستوب اسوي ستوب للسيارة. حركة حركة انا بجدة. كيف جوينج كيف جوينج. حركة 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 لا توقف الا بالمحطة الجاية. والله بدأت تطلع الشمس ترى. والله مرة ما يمل يعني صوت الصفير والبلبلي. اي صفير؟ هذا صفير بطن معزوز. قاعد ايش قاعد تلعب؟ اونو مع بابا. قاعد يحاول يقنع بابا يلعب اونو مع ايش بسوي بالله؟ امك عشان تسالف معاي 13 ساعة وانا اسوق. سبعة سبعة يلا. اونو انزل. امشي. هلا هلا الحمد لله على السلامة. يلا بسم الله يا خيم يرتاحوا شوي هنا. ما تبغى مسبح؟ بسم الله عليك مسبح. هذا هوتيل. انت ما عمرك جيت الرياض. المشكلة يقول I remember this hotel. يقول انا شفت الهوتيل قبل. يا ابني انت اول مرة تجي. جد تعال 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 اليوم تتعرف على جدتك. امش يلا. يا هلا وسهلا. اهلا اهلا. وصلنا الحمد لله. وصلنا الى مكان راح اقول لكم ايش اللي قاعد يصير الحين. طبعا بدر نايم تعبان بعد 12 ساعه سواقه. كان الموضوع مره مرهق عليه. الحين احنا موجودين في استراحه. طبعا المفروض ان احنا رايحين الحين الفندق، بس اكتشفنا ان اهلي رايحين استراحه ومتفقين عليها. فكلمت اختي انه اوكي تعالوا الاستراحه انا بكون موجوده قبل ما توصلوا. فراح افاجئهم اني انا موجوده هنا. طبعا انا ما قلت لاحد اني انا جايه ولا في اي احد يعرف اني انا موجوده هنا. اعتقد انهم وصلوا. مكان كيوت حلو، في جلسات حلوه. جوجو كيف الرحله يا جوجو؟ تبعانه 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 لحد درجه تبعانه.
لدرجة إنك حتى الكلام. لحظة اتفقنا أننا ندخل جوا كأنه ما في شيء، بس كذا أول ما يجلسوا أو أول ما يدخلوا بلون السلام عليكم نمشي نمشي كنا ما نمشي عادي كأنه ما نعرف، بس وش اللي قاعد يصير؟ مراقبة. شفتهم؟ والحمد لله رب العالمين يا جماعة وصلنا الرياض الحمد لله. طبعا الدوخة ألف أشكالنا نوم والله. الشلة اللي وراء مرة نعسانة مرة نايمين والله يا جماعة. اليوم بقى للرياض ساعة خلاص طفيت أنا ما قدر يسوق، وقفت على أرض 100 وأعطيتها واحدة. أي والله الأمور تمام. الله الله الشمس الساعة ما بعد جت 6 الحين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف جوانا طبعا هي الحين نايمة، بس مي مشكلة لازم تشيك على الغرفة. بسم الله الله. لا ما مجودي جمرة كي وين الحال. الله أو هذه الغرفة بعد خلاص ممتاز. ترى في شقة ثانية للبنات وشقة للعيال زين. رقد الرجال والله تعبانين. تأخرتي، هذه الشقة الثانية أنا وياك. عيال طافين والله كلنا طافين. أي كلنا طافين محشين شيء. هذه غرفة نوم هنا بس طويلة هي ما شاء الله تقول باص. شو رأي أنا مسوي قبل شوي؟ أي قلت قبل لا تجينا. لا كذا تورط لازم أروح السوبر ما لا صدق بس ضبطتها صراحة حتى جبت لك طحينية ما شاء الله ما قصرت. أسلك كمان الوضع مره مخربط يا جماعه، مكسرين تماما، كل واحد نايم اللي بالمطبخ واللي بالحمام، ما عاد صرنا ندل. عموما ان شاء الله انتظرونا في الفلوق الجاي بيكون مركزين ان شاء الله. في نهايه هذا الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، نراكم على خير.